السائل الذي سأل ويقول: الضحية هل يأخذها أهل البيت كلها أم يوزعون منها؟ الضحية أو الأضحية هي سنة مؤكدة عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يحرم الإنسان نفسه أجرها وفضلها وثوابها ما دام في سعة، فهي سنة مؤكدة. ومعنى مؤكدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى لقي ربه سبحانه جل في علاه، وليست واجبة إلا في حالتين كما ذكر الإمام مالك أو عند المالكية: إذا نذرها أو خصصها. لكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن السنة، هي سنة ومن السنة، أننا عندما نقوم بذبحها ألا نغفل الفقراء من جيراننا وأحبابنا وأهل حينا، ونخرج من أطيب ما فيها مثل ما نأكل نحن أو ما نرتضيه لأنفسنا عندما نخرج منه ولو القليل. لست مطالبا بإخراج ثلث أو ربع أو نصف، لا إطلاقا، متروكة لاجتهاد كل شخص. وما قاله العلماء أنها ثلث للبيت وثلث صدقة وثلث يدخره، هذا على سبيل الاجتهاد وليس فيها نص عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. على كل حال، إن أخرجنا منها نخرج من أطيبها، ولو كيلو اثنين ثلاثة أربعة، كل منا يجتهد حسب تجارته مع الله تبارك وتعالى. هو يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أذبحها ولا أخرج منها شيء؟ نعم، لكن حرمت نفسك الخير، لأن الفقير هذا الذي هو عن يمينك أو يسارك أو فوقك أو تحتك في العمارة سينظر إليك، وحرمته ومنعته، وله عليك حق الجوار من جهة أخرى. وبالتالي من الأفضل أن نعطيه ولو القليل منها إن شاء الله. ونحن أمة متكافلة متراحمة، لا ينبغي أن يضيع فيها فقير أو مسكين أو يتيم أو أرملة أبدا. فنحن لو تكافلنا فيما بيننا وتعاوننا، فأنا أخرج لجاري هذا ولو كيلو، والآخر يعطيه كيلو، والرابع والثالث، إذن سنكفيه كما يكفينا ما عندنا إن شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا ما ينبغي أن نكون عليه إن شاء الله عز وجل.